بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رقم 39، مذبحة رابعة العدوية. يعلن التحالف أن ما قام به السيسي ووزير داخليته اليوم من مذبحة مروعة لأبناء مصر الصائمين فجر اليوم، والتي زاد عدد شهدائها عن 127 شهيدا وأكثر من 5000 جريح، معظمهم بالرصاص الحي في الرأس والصدر، وذلك غير مئات الحالات الحرجة التي خرجت من المستشفيات، تم قنصهم من داخل جامعة الأزهر، لهو جريمة إبادة كاملة، جريمة إبادة كاملة الأركان، جريمة إبادة للإنسانية تستوجب محاكمة هؤلاء القتلة فورا والقصاص منهم. إنما يحدث اليوم استمرارا لمسلسل المذابح والإجرام والاستهانة بدماء المصريين، والذي بدأه الإنقلابيون الدمويون بمذبحة الحرس الجمهوري وميدان النهضة وميدان رمسيس والإسكندرية وغيرها من ميادين مصر. إننا نحمل كل الذين فوضوا السيسي في القتل والذبح، وعلى رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الكنيسة الأرثوذكسية توادروس، والسياسيين والنخبة وكل من شارك في هذه المؤامرة البغيضة، نحملهم المسؤولية الكاملة عن دماء الشهداء المصريين التي تسيل كل يوم بلا رحمة أو مراعاة لحرمة هذا الشهر العظيم. ويعلن التحالف أنه رغم عظم المصاب وكثرة الدماء وآلاف الشهداء والمصابين والجرحى واستخدام الرصاص الحي والقتل المتعمد، إلا أننا ماضون في سلميتنا ولن نغير منهجنا ولن ننجر إلى العنف أبدا، وإننا مستمرون في ثورتنا السلمية والاحتشاد في كل الميادين حتى ينتهي هذا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، هذا الانقلاب العسكري الفاشي الدموي، وتعود الشرعية الدستورية ويستعيد الشعب المصري حريته وكرامته. يؤكد التحالف الوطني ضرورة أن يقف الشعب المصري بقوة أمام هذه المجازر التي فاقت وحشيتها ما حدث أبان ثورة 25 يناير، من حيث العدد أو الأسلوب، حتى لا تسرق ثورتهم وتنتهك حقوقهم. يطالب التحالف العالم الحر والمنظمات الحقوقية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر التدخل العاجل لوقف حملات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في رابعة العدوية وميدان النهضة وكل ميادين الثورة المصرية. والتحالف الوطني يدعو جموع الشعب المصري وقواه الفاعلة من هيئات وحركات وأحزاب للانضمام إلى التحالف من أجل إسقاط هذا الانقلاب العسكري الدموي الفاشل. ويؤكد التحالف على استمرار فعاليات مليونية إسقاط الانقلاب المعلن عنها سابقا، ويدعو الشعب المصري لمواصلة التظاهرات والاعتصامات السلمية في القاهرة وجميع ميادين المحافظات، لا سيما ميدان رابعة والنهضة. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها مما يفعله بها بعض أبنائها، والله أكبر، وتحيا مصر. التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، القاهرة، في 18 من رمضان الموافق 27 من يوليو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم شكرا جزيلا، ونؤكد في ختام المؤتمر أننا نحمل القائمين على الأمر المصري الآن مسؤولية المصابين داخل المستشفيات الذين يتم الهجوم عليهم الآن من قبل البلطجية. شكرا جزيلا.